سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأكارم، وإليكم نشرة الأخبار المفصلة لهذا المساء يقدمها كل من مجدي المقبلي وحوام محمد، وأستهلها بأبرز العناوين. فخامة رئيس الجمهورية يستقبل وفدا سعوديا وألمانيا. تطبيع العلاقات مع جيبوتي والإمارات العربية المتحدة. وأيضا شباب حزب الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني يدعمون فخامة رئيس الجمهورية لترشح انتخابات الرئاسية لهذا العام. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وإليكم تفاصيل النشرة يبدأها لنا الزميل مجد المقبلي. حياكم الله. استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جلي صباح اليوم في القصر الرئاسي وفدا ألمانيا بقيادة رئيس غرفة التجارة الألمانية السيد بيتر رامس وارون، وذلك بحضور الأمين العام للرئاسة السيد إسماعيل تاني. واستعرض فخامة رئيس الجمهورية مع الوفد الألماني فرص التبادل التجاري والشراكة القائمة بين غرفة التجارة الجيبوتية والألمانية في مجال قطاع الاستثمار الاستيراد والتصدير واللوجستية والهندسة وتنمية الطاقة النظيفة والبنيات التحتية وغيرها من المشاريع الهامة. في مداخلة له أوضح رئيس غرفة التجارة الألمانية أنه تطرق مع فخامة رئيس الجمهورية مطولا حول فرص التبادل التجاري وأيضا في مجال الاستثمار في قطاعات التنمية. ميزة القائمة بين البلدين الصديقين. استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جلي في القصر الرئاسي وفدا سعوديا بقيادة رئيس مجلس إدارة مجموعة صحراء جروبل ومقرها في دبي السيد سامي الخريبي. و تطرق فخامة رئيس الجمهورية إلى جانب الأمين العام الرئاسة السيد إسماعيل ثاني مع رجال الأعمال السعوديين المتخصصين في بناء البنيات التحتية للمدارس الجارية العامة في بلادنا، منها مركز تاهيل دولي في جيبوتي. ويستقبل وسيستقبل هذا المركز ذات طابع دولي طلاب منطقة إفريقيا لتدريب اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية. شرفنا فخامة رئيس الجمهورية صباح اليوم باستقبالنا بوفد مشترك من شركة الاستشارين التطوير المدرسي وشركة أساس كابيتال من دبي، وبارك لنا خطوتنا في إنشاء مدرسة دولية، أول مدرسة دولية في جيبوتي، وإن شاء الله تكون المدرسة جاهزة مطلع سبتمبر 2016 وتستقبل أولاد جيبوتي وتستقبل أولاد المقيمين في جيبوتي وتأمن منهج دولي على مستوى عالي وراقي ومستوى عالي جدا من الجودة، وتستخدم كفاءات جيبوتية وكفاءات أجنبية. فخامة الرئيس بارك لنا افتتاح المدرسة هذه اللي حتكون مواصفاته وبناء على مستوى عالي من الجودة وعلى مستوى المواصفات العالمية المعتبرة، وتكون إن شاء الله أفضل وأول مدرسة نموذجية من هذا النوع في شرق افريقيا، والمدرسة حكون اسمها International School of Africa في جيبوتي. وان شاء الله بدعم الرئيس وجهده نقدر نأمن لأولاد جيبوتي مستقبل يعطيهم اللي يوصلوا له ب فيجن جيبوتي 2035. وفي مقابلة أجراها التلفزيون الوطني أشاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهنية الدكتور جامع علمي عكي إلى
أن هذا المركز للدراسات الدولية سيستقبل طلاب قارة الإفريقية وأيضا المتدربين، ويتكون هذا المركز من عديد من المستويات التعليم مثل الحضانة والثانوية والتعليم العالي، إضافة إلى ساحة الألعاب ومطعم وسكن. وأضاف الوزير أن جيبوتي ستصبح قطبا لجذب الطلاب في القارة الإفريقية الذين يرقبون في مواصلة دراستهم وبداية حياتهم الدراسية. وعرب الوزير أيضا عن بالغ شكره وامتنانه للوفد السعودي وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة مجموعة صحراء لبناء هذا المركز للتأهيل الدولي الكبير. أعلنت جمهورية جيبوتي والإمارات العربية المتحدة عن تطبيع العلاقات الثنائية بعد أن شهد البلدان مؤخرا بعض الصعوبات. وفي بيان صادر من وزارة الخارجية والتعاون الدولي أشار البيان إلى أن رئيس الدبلوماسية الجيبوتية السيد محمود علي يوسف يتواجد حاليا في مهمة عمل في الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى يوم أمس بنظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زيد آل نهيان، وعقد الجانبان لقاء مطولا وذلك لتوضيح وضع الخلافات بين البلدين. ويأتي هذا اللقاء عقب وساطة سعودية وبفعل جهود الحكومتين المعنيتين. وأعربت جمهورية جيبوتي عن بالغ شكرها للمملكة العربية السعودية عن مسعاها الحميد لحل الخلافات القائمة بين جمهورية جيبوتي والإمارات العربية المتحدة. استقبل اليوم وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري سيد عبدي حسين أحمد في مكتبه بالمجمع الوزاري خبيرين من المكتب الدولي للعمل السيد مورينو والسيد فرانكو ماتو، واللذان قادما إلى جيبوتي للقيام بورشة تأهيلية ذات صلة بالمعايير الدولية للعمل وذلك لموظفي في مختلف القطاعات العامة. ووصل الخبيران الدوليان إلى جيبوتي في 18 من شهر الجاري من أجل مهمة عمل عقب طلب من وزارة العمل. والسيد مورينو هو أحد القانوني، والسيد فرانكو متخصص في مجال المعايير الدولية للعمل. هذا وشكر الوزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري الخبيرين لتعزيز التعاون بين جمهورية جيبوتي والمكتب الدولي للعمل. وأحضر هذا اللقاء الأمين العام لوزارة العمل السيد عبد الله محمد والمستشار الإعلامي السيد خضر عمر والمدير العام السيد حسين حمد. حدث هام اليوم حول المشهد السياسي الجيبوتي، حيث كسر شباب حزب الاتحاد من أجل الإنقاذ USN المعارض الحاجز الذي يفصل بين حزب الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني وكتلة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية. هذا وعقدت حركة شباب حزب الاتحاد الوطني أدى وعقدت حركة شباب حزب الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني ومختلف الأحزاب المنضوية تحت لواء هذا الحزب اليوم في الكورنيش اجتماعا للإعلان بصوت عال عن الخلافات القائمة بين قادة حزب الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني وبين حركة الشباب والتخلي عن هذا الحزب. واستنكر هذا الشباب التوجيهات التي تلقاها هذا الحزب من خارج البلاد. وأعلن شباب الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني خلال هذا الاجتماع عن دعمهم الكامل للترشح لفخامة رئيس الجمهورية لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في هذا العام. هذه الجمعية الشبابية للاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني ممثلة بمئات من المشاركين من مختلف أحياء ومناطق البلاد، وأجروا محادثات بناءة ومثمرة حول مستقبل البلاد وتسليط الضوء حول الأوضاع الراهنة. وقرر شباب الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني عدم تكوين معارضة ترغب في تمزيق البلاد. وأدانت جمعية الشباب أعمال زعزعة الاستقرار التي شهدته البلاد مؤخرا.
madaxweyne garabkaaga waa taaganahay bilowgii maxaad ku raacdeen iyo sentood ku taageerteen bal ii sheeg waxaan ku taaragnay waxay nagu yidhaahdeen wax kastaanii qabanaynaa wax kastaa u baahnaadisin baanii qabanaynaa laakiin waxba nalamay qaban waxba maanta namay siin laakiin maanta wixii dhaca oo dhaindhahay naga hayeen laakiin maanta waxaa leenahay waa aragnay dad waxaana janaaska dalkan nahay maanta daas wajiga ka sii jeesana madaxweyneena dalku waxba ma socda dalkanakunba hagaajina dalkanakunbaa meel fiican dhigna anaku waa maannahay janaaskii dalka dalkastaba janaaskaa hagaajiya anaka hagaajin madaxweyneheenu gacanteenu doonaya intaa meel kasta la gabagalabganno anaku waxaa kalena madaxweyne marna kaama sii jeesanayno mar kastana waa kuu soo jeesanaynaa ma kale هذا وألقى رئيس حركة الشباب بحزب الاتحاد من أجل الانقاذ الوطني السيد كائن علي أحمد كلمة بهذه المناسبة ليعلن بكل شجاعة باسم حركة الشباب بحزب الاتحاد من أجل الانقاذ الوطني بأن حركته اتخذت اليوم قرارا تاريخيا بعد أن شاهدت بلادنا مؤخرا أعمال زعزعة الاستقرار. اختتمت دورة تعيلية حول الأمن البحري لصالح 16 من ضباط وضباط صف وعناصر من خفر السواحل الجيبوتية اليوم. هذه الورشة التعيلية هي الخامسة من نوعها يقوم بتنشيطها ضباط يابانيون. وخلال هذه الدورة التعيلية استفاد المشاركون من تقنيات التدخل ومفاهيم الإنقاذ في مجال عملية مراقبة السواحل والسيطرة على السفن المشبوهة والتدخل ضد ومكافحة الهجرة غير الشرعية وغيرها من العمليات. وشارك في حفل اختتام أعمال هذه الدورة التعيلية العقيد وعيس عمر مقري قائد خفر السواحل الجيبوتية والمكلف والقائم بأعمال السفارة اليابانية في جمهورية جيبوتي إضافة إلى قائد القوات البحرية الفرنسية. هذا وأشار كل من قائد خفر السواحل والدبلوماسي الياباني عن أهمية هذه الدورة التدريبية التي تقام في بلادنا والتي تعزز قدرات ضباط الصف وعناصر خفر السواحل وذلك بعد حصول خفر السواحل على زوارق للدوريات والمراقبة. هذا وعرب العقيد وعيسى عمر بقري قائد خفر السواحل عن بالغ شكره وامتنانه للحكومة اليابانية للدعم اللامحدود التي قدموها لخفر السواحل جيبوتي موضحا في الوقت ذاته أن حوالي 50 من عناصر خفر السواحل تم تأهيلهم في جيبوتي وفي خارج البلاد سواء في اليابان أو المغرب. وأشار العقيد عيسى عمر بقري إلى أن هذه الدورة التأهيلية هي الخامسة من نوعها التي يقوم بتنشيطها ضابط ياباني وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات عناصر خفر السواحل والحصول الخبرة في مجال مفاهيم الإنقاذ ومراقبة السواحل ومكافحة الهجرة الغير الشرعية وغيرها من الأعمال الغير الشرعية كالصيد وتجارة بالبشر. هذا وفي ختام هذه الدورة تم تسليم شهادات إلى جميع المشاركين في هذه الدورة التأهيلية وتم تقديم الهدايا للمدربين اليابانيين والقائم بالأعمال السفارة اليابانية في جيبوتي. قام البطل الأولمبي الكوبي في القفز العالي سي جافي سوتومايور أمس بزيارة إلى مدينة علي صبيح، وكان برفقة البطل الأولمبي الكوبي أمين الدولة للشباب والرياضة سيد بدول حسن بدول. واستقبل سكان عساجوغ البطل الكوبي والوفد المرافق له بالأغاني والرقصات التقليدية من قبل شباب هذه المنطقة. وهنها ولمنطقة علي صبيح العداء الكوبي
يا داعي الرياضي على مستوى العالم والأولمبي. وأكد أمين الدولة للشباب والرياضة سيد بدول بدول، وقام البطل الكوبي بزيارة إلى مركز رياضي الذي أنشئ لرفع أداء العدائين الجيبوتيين الواقع في علي صبيح برفقة أمين الدولة للشباب والرياضة والسفير الكوبي في جيبوتي. واعترف البطل ان هذا المركز للدراسات الرياضية يتواجد فيه فريق يتمتع بجودة عالية، من جهته اوضح امين الدولة للشباب والرياضة ان هذا المركز انشئ بمبادرتين من فخامة رئيس الجمهورية السيد اسماعيل عمر جيلي من اجل ترقية وتطوير مستوى الرياضة الوطنية. زار يوم امس البطل الكوبي الاولمبي العالمي السيد ستومايو الى مجمع ملعب في بلبلة ومجمع ملعب جوليد، وتفقد جميع اقسام الذي يتألف منه هذا الملعب، كما زار أيضا إلى ملعب كرة السلة وكرة الطائرة وملعب كرة اليد وكرة القدم. وكما توجه البطل الكوبي إلى بحيرة عسل الذي يصل موقع الذي يصل ارتفاعه 153 متر. التقى البطل الأولمبي الكوبي في القفز العالي السيد جيفيس تومايو بحركة الشباب في قصر الرئاسي. وخلال هذا اللقاء قدم البطل الأولمبي الكوبي وثيقة تتعلق بعملية التنمية، وبعد استماع إلى أسئلة الشباب وأيضا أسئلة تتعلق بحياته الرياضية قام البطل الكوبي الإجابة عليها، وحث الشباب بأن يعززوا جهودهم في مختلف المجالات الرياضية ورفع مستواهم إلى مستوى الدولي. وفي ذات الوقت شارك البطل الكوبي في القفز العالي مؤتمرا صحفي الذي عقد في ملعب حاج حسن جوليد. ستقام يوم غد مباراة في ملعب الحاج حسن جوليد بين منتخب الفتيات الجيبوتي وأيضا من منتخب المصري. نتحول إلى النشرة الدولية. 7 قتلى على الأقل و24 جرحى في هجوم انتحاري استهدف حافلة صغيرة كانت تقل موظفين في قناة تلفزيونية في أفغانستان في وسط كابول. الاعتداء هو الأول من نوعه ضد وسيلة إعلام أفغانية وتحديدا مجموعة تولو التي تضم قنوات عامة وإخبارية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، لكن طالبان أعلنت في أكتوبر أن قناتي تولو وون تي في أهداف عسكرية يمكن مهاجمتهما لبثهما معلومات خاطئة. وصدم الانتحاري سيارته المفخخة بالحافلة الصغيرة التي كانت تقل مدنيين على طريق دار الأمان غرب كابول وفقا للمعلومات التي أوردتها شرطة كابول. الهجوم وقع قرب السفارة الروسية على طريق تربط وسط كابول بالقصر الرئاسي السابق. وزارة الخارجية الروسية في موسكو أكدت أن موظفي السفارة لم يصابوا في الهجوم الذي سمع دويا انفجار على بعد بضعة كيلومترات وأدى إلى تصاعد سحاب دخان كبيرة. هذا الهجوم يأتي بعد يوم فقط من عقد الجولة الثانية من المحادثات الرباعية التي تضم ممثلين صينيين وأمريكيين وباكستانيين وأفغان في كابول لحياي مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان. ولم شارك المتمردون في اجتماع الاثنين الرامي لتحريك عملية السلام، ومن غير المعلوم أي فصائل في الحركة تنوي المشاركة فيه. قرار النمسا بتشديد المراقبة في معبر شبايفيلد الحدودي وضع سقف لعدد اللاجئين الوافدين إليها خلال هذه السنة، ولم يلقى ترحيبا ألمانيا في هذا الخصوص. التفاصيل في هذا التقرير. الحكومة النمساوية أوضحت الأربعاء أنها تعتزم استقبال 37,500 لاجئ في السنة الحالية، يقل بمرتين من حصيلة 90,000 لاجئ الذين استقبلتهم السنة الماضية.
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت تمسكها بحل شامل في نطاق الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على ضرورة تعاون أعضائه من أجل القضاء على أسباب الهجرة وتخفيض أعداد اللاجئين القادمين للقارة العجوز. وعلى هامش شغال المنتدى الاقتصادي العالمي بديفوس، نائب المستشارة الألمانية أكد قائلا: قرار إغلاق الحدود في أوروبا سيتسبب في كارثة اقتصادية. نحن هنا في المنتدى الاقتصادي العالمي، سيكون من السهل معرفة كم عدد العاطلين عن العمل بعودة الحدود المغلقة، ولكن النمسا أرسلت صرخة لكي تساعدها أوروبا، وهذا الأمر مبرر بشكل كبير في الوقت الذي يتواصل فيه الجدل في أوروبا حول آلية وقف الأزمة. تدفق المهاجرين ما زال مستمرا في الجزر اليونانية. حسب المنظمة الدولية للهجرة، فإنه تم إحصاء حوالي 31,000 مهاجر في اليونان منذ بداية السنة الحالية. كما وضحت ذات المنظمة أن أكثر من 1,000,000 مهاجرا دخلوا القارة الأوروبية في 2015. هكذا سيدتي وسادتي قدمنا لحضراتكم النشرة المسائية لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الزميلة حواء محمد وفريق العمل، وإلى اللقاء.